بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 31. هذا الرجل عالم. هذا اسم إشارة مبتدأ. الرجل نعت لهذا. عالم خبر. هذه المرأة عالمة. هذه اسم إشارة مبتدأ. المرأة نعت لهذه. عالمة خبر. هذا الرجل فاضل. هذا اسم إشارة مبتدأ. الرجل نعت لهذا. فاضل خبر. هذه المرأة فاضلة. هذه اسم إشارة مبتدأ. المرأة نعت. فاضلة خبر. هي جاهلة. هي ضمير منفصل مبتدأ. جاهلة خبر. هي عالمة. هي ضمير منفصل مبتدأ. عالمة خبر. هذا الغني جاهل. هذا اسم إشارة مبتدأ. الغني نعت لهذا. جاهل خبر. فاطمة تدع الكتب في المحفظة. فاطمة مبتدأ. تدع فعل مضارع خبر. وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ. الكتب مفعول به. في المحفظة جار ومجرور متعلق بالفعل تدع. بنتي عالمة. بنتي مبتدأ وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. عالمة خبر. بنتك فاضلة. بنت مبتدأ وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. فاضلة خبر. هؤلاء الرجال علماء. هؤلاء اسم إشارة مبتدأ. الرجال نعت. علماء خبر. هؤلاء النساء فاضلات. هؤلاء اسم إشارة مبتدأ. النساء نعت. فاضلات خبر. عائشة تقرأ وفاطمة تكتب. عائشة مبتدأ. تقرأ جملة فعلية وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ. وحرف عطف فاطمة تكتب معطوف على عائشة تقرأ. أختي فاطمة تقرأ الدرس في البيت، وأختك زهرة تلعب في الجنينة. أختي مبتدأ وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. فاطمة بدل من أختي. تقرأ فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ. الدرس مفعول به. في البيت جار ومجرور متعلق بالفعل تقرأ. وحرف عطف أختك زهرة تلعب في الجنينة معطوف على أختي فاطمة تقرأ الدرس في البيت. أخت مبتدأ مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. زهرة بدل من أختك. زهرة لا ينون لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيس. تلعب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ. في الجنينة جار ومجرور متعلق بالفعل تلعبوه. تلك المعلمة محترمة. تلك اسم إشارة مبتدأ. المعلمة نعت. محترمة خبر. احترموا هذه المعلمة الفاضلة. احترموا فعل أمر والواو فاعل، والألف فارقة بين الاسم والفعل. هذه اسم إشارة مفعول به. المعلمة نعت لهذه. الفاضلة نعت للمعلمة. ضع الأقلام في المقلمة. ضع فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الأقلام مفعول به. في المقلمة جار ومجرور متعلق بالفعل ضع. من في الجنينة؟ أختي الصغيرة كريمة. من اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. في الجنينة جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا، وشبه الجملة في محل رفع خبر. التقدير من كائن أو موجود في الجنينة. أختي خبر ومبتدأه محذوف. التقدير هي أختي الصغيرة كريمة. أختي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه.
الصغيرة نعت لأختي. كريمة بدل من أختي. هل هي تلعب هناك؟ نعم تلعب مع جميلة. هل حرف استفهام هي ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ؟ تلعب فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ. هناك اسم إشارة ظرف مكان بالفعل تلعب. نعم حرف جواب. تلعب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، مع ظرف مكان وهو مضاف. جميلة مضاف إليه مجرور. وشبه الجملة متعلق بالفعل تلعب. من هذه يا فريد؟ هذه أختي حبيبة وهي تتعلم في الكتاب. من اسم استفهام مبتدأ؟ هذه اسم إشارة خبر. أو من اسم استفهام خبر مقدم؟ هذه اسم إشارة مبتدأ مؤخر. يا حرف نداء فريد منادى. هذه اسم إشارة مبتدأ، أختي خبر مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. حبيبة بدل من أختي. وحرف عطف هي ضمير منفصل مبتدأ. تتعلم فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ. في الكتاب جار ومجرور متعلق بالفعل تتعلم. هؤلاء العلماء محترمون. هؤلاء اسم إشارة مبتدأ. العلماء نعت. محترمون خبر. هؤلاء التلميذات المجتهدات محبوبات. هؤلاء اسم إشارة مبتدأ. التلميذات نعت لهؤلاء. المجتهدات نعت للتلميذات. محبوبات خبر لهؤلاء. التلميذة المؤدبة لا تكذب أبدا. التلميذة مبتدأ. المؤدبة نعت للتلميذة. لا تكذب جملة فعلية خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ. أبدا ظرف زمان بالفعل لا تكذب. تشقند بلدة كبيرة جدا وهي عاصمة أوزبكستان. تشقند مبتدأ، بلدة خبر. كبيرة نعت لبلدة. جدا مفعول مطلق بفعل محذوف وحرف عطف هي ضمير منفصل مبتدأ. عاصمة خبر وهو مضاف. أوزبكستان مضاف إليه مجرور. وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. والله أعلم بالصواب.